الوغ لوجيكمون خاص ثلاثه الوجبات بحال النهار العادي بحال الصيام، خاص الفطور العشاء والسحور. غير هو الكميه ديال الماكله اللي كتختلف. الفطور خاص يكون وجبات خفيفه، فيه دي سالاد كيف ما قلت، فيه دي سوب، نشربوا الماء مزيان. العشاء كاين بعض الناس اللي هما عندهم عسر الهضم ولا المعده ديالهم كتعطل باش تهضم، دو بريفيرونس هذوك يبوف يقدروا ينقزوا ديك الوجبه ديال العشاء ويخليو غير السحور. السحور بيان سور باش يكون سحور مزيان خاص بحال نفكروا بلي السحور هو الفطور ديالنا ديال لو لوندومان ديال النهار الاخر. يعني خاص يكون فيه البيض، خاص يكون فيه الحليب، خاص يكون فيه مواد اللي كيعطيونا الطاقه وكيشدوا لنا الطاقه هذيك الغد اللي تابعنا كامل. الوغ بالنسبه للماء، كل جسم وكل انسان وعنده كميه ديال الماء ديالو. بالنسبه للنساء اون جينيرال ما خاصهمش يشربوا قل من لتر ونص ديال الماء في النهار، والرجال حتى 2 لتر ديال الماء في النهار.